يا مصر من كل مكان في تغطية جديدة وفيديو جديد وحدث جديد. احنا دلوقتي امام احدى المشروعات وقدام احد الشباب المكافحة، ودلوقتي هيكلمنا عن مشروعه اللي هو مشروعين في واحد، مشروع مشروبات درينك ستوب ومشروع مأكولات فود ستوب. معانا الشاب المكافح محمد وليد. اهلا يا محمد. هو عبارة عن المشروع ان هي المشاريب والاكل بشكل عام هي اكتر حاجة الشعب المصري بالتحديد بيستخدمها. انت اكتر حاجة لو خدت بالك من الفلوس اللي بتدفع 30% تقريبا من فلوس المصريين بتدفع في مشاريب واكل بس. فوجهة النظر كان برضه ان هي حاجة سهلة وحاجة يعني مصاريفها مش كتيرة، وكل الناس بتطلبها على طول، يعني الموظفين كل يوم مثلا الناس كلها بتعدي بالليل، بتبقى مثلا عندنا هنا اعداد بالليل، فدي بتبقى حلوة في كده ان انت كل الناس بتتجمع هنا بالليل. يمكن احنا عايزين نعرف منك المشروع بدأ ازاي والفكرة بدأت ازاي وايه سبب ان انت تفتح المشروع في الشارع. طبعا فكرة المشروع في الشارع ان هو مكان عام، المكان اللي كل الناس بتعدي فيه، تمام. وحتة المشروع المشاريب زي ما قلت لحضرتك ان المشاريب بتجذب الناس الصبح، يعني مثلا الصبح الموظفين او الناس بيبقوا عايزين يشربوا حاجة الصبح وهم ماشيين الشغل عشان يفوقوا وكده، فدي فكرة المشاريب مثلا بتبقى الصبح. بالليل بتبقى الاعداد بقى، الشباب والمجموعات والعائلات بيتجمعوا بالليل بيقعدوا برضو اعداد لطيفة كده، بنفرش كده برضو والناس بتقعد وبتبقى حاجة لطيفة جدا بالليل. وبالنسبة للأكل برضو نفس الكلام، مع القعدة ممكن بتطلب الأكل بتاعك وبيجي معاه المشروب. المشروع وقته بدأ امتى؟ وقته بدأ من 7 شهور من دلوقتي، يعني في شهر 2 اللي فات. الفكرة كانت ليك انت ولا حد من الأقارب؟ يعني الفكرة نفسها هي فكرة والدي وزمايله، يعني هي كانت فكرتهم ان هم يفتحوا المشروع ده واحنا بنبقى واقفين فيه يعني بنساعدهم وكده في المشروع. ورينا بقى انت بتقدم ايه، يعني المشروبات الساخنه ايه عندك، وعرفت كمان ان هي مش مشروبات ساخنه بس، فيها مشروبات ساقعه وفي كافيه. بالظبط، عندنا القهوه بجميع انواعها، قهوه بندق، قهوه التركي، وعندنا قهوه كارميل، عندنا الكافي ميكس، جميع انواع النسكافيه، كافي ميكس بلاك، كل حاجه انت عايزها، كل المشاريب السخنه، وفي قرفه بالجنزبيل، في كذا حاجه انت عايزها سخنه. والحاجات الساقعه طبعا عندنا الكنز كله مع مشاريب فريش، مانجا وجوافه وبرتقال فريش، فدي كل الحاجات السخنه اللي عندنا هنا والساقعه كمشاريب. ايه تاني؟ انا عرفت ان انتوا يعني بتعملوا مجهود كبير جدا ان انتوا تفتحوا 24 ساعه، ان المشروع يتفتح 24 ساعه، ده مجهود كبير ليكم. احنا بنبقى 4 شغالين في الصبح عشان بيبقى الضغط قليل شويه، فمثلا بيبقى الشيفت الاولاني اللي هو بتاعي انا مثلا من 6 ل1، وبعدين من 1 لغايه 9، وبعدين بقى بالليل لما العائلات بتتجمع والعدد الناس بيتجمع بيبقوا 2 بالليل ماسكين عشان يقدروا يسدوا المجهود الكبير اللي بيجي ساعتها بالليل. يعني انت ممكن تقول لنا، طبعا هو مشروع واحد ما بين المشروبات والمأكولات، ايه اللي عليه اقبال اكتر، المشروبات والمأكولات، المشروبات ولا المأكولات ولا الاثنين مع بعض؟ الاقبال هو الاقبال اكتر على المشاريب، ان المشروبات اغلبيه الناس اللي بتبقى حاجه تكوي سريعه، فغير الاكل طبعا بيبقى الناس عايزه اكل في مطعم مثلا او في حاجه احسن. هنا زي ما بقول لحضرتك ان هو لو عائلات بيجمعوا الاكل بتاعهم مع المشروب فبتبقى حاجه لطيفه جدا، في كده انت بتعرف تجمع الاثنين وفي مكان عام قدام كل الناس، يعني بتبقى كل الناس متاحه ليها اللي هتيجي، وباسعار رخيصه مش غاليه زي الكافيهات مثلا او المطاعم او كده. ممكن بقى تقول لنا الاسعار سواء قسم المأكولات او قسم المشروبات؟ تمام، عندي المشروبات هنا مثلا الشاي ب5، القهوه ب10، الكافي ميكس مثلا ب5، عندك طبعا الحاجات مثلا اللي بلبن زي القهوه بندق، الهوت شوكليت، القهوه كراميل، كل الحاجات دي بتبقى ب15، وبتأسعار يعني اللي هي لطيفه جدا وبتبقى قد الكل، يعني لكل الناس تقدر تشرب منها. والاكل بيبدا من 35، ده بيبقى برجر ببطاطس بشويه مخلل وكده، بتبقى حاجه حلوه يعني بتبقى وجبه كامله. يعني ايه الوجبه الموجوده، ايه الوجبات الموجوده عامه في المشروع؟ لحوم بس، برجر لحمه وفراخ وتشيكن، بيبقى ستريبس وكده، بتبقى كلها يعني حاجات خفيفه وسريعه جدا، اللي هو المفروض الاوردر يطلع في حدود 5 دقائق بكتير قوي، ما يكترش عن كده، ان كلها تيك اواي فالزبون طبعا مستعجل،
فان هو مثلا ياكل اكله في قاعد هنا معانا يعني، انما في العربيه وكده لو هو مثلا راح مشوار. بالنسبه بقى انت طبعا شاب مكافح، و ازاي بتعرف تجمع ما بين الحياه الجامعيه والشغل، او بتعرف تجمع ما بين حاجتين مع بعض؟ وانا فعلا عامل كده في كليه خدمه اجتماعيه حلوان، ده سنه تانية. انا دلوقتي لما كنت في الدراسه ببقى طول الصبح مثلا من 6 الصبح لغايه 6 المغرب في الجامعه، برجع من الجامعه بريح ساعتين وباجي على الشغل تاني. مثلا لو تاني يوم هيبقى اجازه جامعه بريحه طبعا، وبنزل بقى على بالليل. يعني بعرف اجمع ما بين الاثنين الحمد لله، عشان برضو بجيب مصاريفي، وفي نفس الوقت ببقى انا مسؤول عن نفسي. يعني دي حاجه تخصني انا، يعني بعيدا عن طبعا عن اي عيله او اي حاجه، دي بتبقى مخصوصه بالشخص نفسه. من الحمد لله انا يعني مرتاح ماديا في العيله وكده، بس دي بتبقى راجعه للشخص نفسه، ان هو عايز يشيل نفسه، مش عايز يخلي عيلته تتعب معاه وكده. فدي بتبقى حاجه راجعه لنا او راجعه لاغلبيه الشباب ان هم بيعملوا كده، يعرفوا يجمعوا ما بين الاثنين. طبعا ضغط شغل كبير جدا كان بيعدي عليا، ان انا ممكن انام ساعتين بس في اليوم او 4 ساعات في اليوم، ده اقصى حاجه اقدر انامها، ساعات ما كنتش بنام خالص بالايام. بس الحلو فيها ان انا في اخر اليوم بلاقي نفسي معايا مصروفي، معايا فلوس جامعتي انا اللي بجيبها بنفسي، مصاريفي الشخصيه، هدومي، دينيتي، كل حاجه انا بجيبها بنفسي. فدي طبعا بتبقى فرحان جدا وفخور جدا بنفسي بكده، اني قادر اشيل نفسي بالسن الصغير ده. هل على مستوى المشروع نفسه في البدايه ممكن يكون في الى حد ما الى حد ما صعوبات في فتح مشروع جديد؟ يمكن الفكره هي دلوقتي ما بقتش جديده، هي موجوده بالفعل، ولكن طبعا الوقوف في الشارع مش حاجه سهله، فايه الصعوبات اللي ممكن قابلتك في الاول؟ هي الصعوبات طبعا ضغط الشغل، ان الشمس الكتير زي ما حضرتك شايف كده، ببقى طول اليوم واقف في الشمس، ده مش اي حد طبعا يستحمل المجهود دي، ان هي زي ما بنقول كده بتفرهد الجسم، الوقفه الكتير مع الشمس الكتير وكده. وفي نفس الوقت ساعات بيبقى عليك ضغط شغل كتير، فانت المفروض تبقى منظم في تفكيرك وفي عملك وفي شغلك، زي ما بنقول كده الاهم من الشغل ظبط الشغل. يعني مثلا بيبقى في ضغط شغل كتير، لازم بنظبط المشاريب على حسب ايه الطلبات، نشوف ان اللي طلبه اكتر بنخلصه الاول، وبنبقى تدريجيا كده عشان تبقى تخلص من الضغط الاول، بس تبقى الدنيا بسيطه يعني باذن الله. احنا بقى عايزين نعرف من محمد وليد طموحاته، سواء على الـ 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 الشكل الجامعي او المشروع. طبعا انا كمشروع انا دلوقتي شغال على المشروع، بس انا كفكرتي انا ان انا عايز مثلا اجمع مبلغ منه وافتح مشروع انا الخاص يبقى بتاعنا. وكجامعي ان انا في كليه خدمه اجتماعيه ان شاء الله باخد كورسات انجليش وباخد كورسات مخاطبه، وعشان ان شاء الله بعد ما اتخرج ابقى يعني ابقى اخصائي اجتماعي او اشتغل في المستشفيات او كده. فببدا على ده من دلوقتي، وغير كده كمان سنتين برضو بحب البرمجه، فانا هبدا كورسات برمجه مع الشغل ده، فبقى ليا كذا حاجه اقدر اشتغل فيها، يبقى الشهاده واحده بس، يبقى ليا كذا مهنه. يعني احنا مش عارفين نقول ليك ايه بصراحه، انت من شباب المكافحه وبتعرف تجمع ما بين كذا حاجه، فاحنا بنشكر حضرتك. الله شكر لك حضرتك، والله شكرا. وزي ما احنا شايفين ده المطعم فود ستوب، زي ما قلت لكم انه مشروعين في مشروع واحد، مشروع مشروبات غازيه ويسمى درينك ستوب، ومشروع مأكولات اسمه فود ستوب. وده يمكن كان نهاية لقائنا مع الشاب المكافح محمد وليد، ونقابلكم في تغطية جديدة وفيديو جديد من موقع تحيا مصر. كان معكم محمد حسام وإنجي عمي.